موقع روكت ليج اكستشينج يوفر لك كل اغراض روكت ليج سواء على البلاي ستيشن، اكس بوكس، ستيم، ايبك جيمز، يوفر لك كل طرق الدفع. رابط الموقع في الديسكربشن والموقع معرب بالكامل. لا تنسون تستخدمون كود خصم في اس ال. السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم المقطع المنتظر، راح نلعب باللمبورجيني الحين. وزي ما قلت لكم في المقطع اللي راح، هل تبون نلعب باللمبورجيني ولا لا؟ وكان في سؤال ثاني، هل تبوني ادخل للديفيجن 2 في الشامبيون 2 وبعدها اجيكم وهلعب معكم؟ يعني لان طولنا المقطع اللي راح كله نحاول ندخل شامبيون 2، ديفيجن 2 ما قدرنا، لكن الحين مثل ما تشوفون. لا اصبر، في مشكله شباب. زبدا المقطع هذا باللمبورجيني، فيعني اي احد يبغى يضبطني يشتري من الايتم شوب كود في اس ال. اول ما تدخل الايتم شوب اضغط R2، حط في اس ال وينحط الكود من 14 يوم. وموقع روكت ليج اكستشينج الحق عليه، رح موقع روكت ليج اكستشينج تلقى سيارات كثير، تلقى اشياء كثير، حط كود في اس ال راح يخصم لك 3%، وراح يفيدني جدا. اذا شريت ارسل على انستغرام باذن الله بحاول ارد لك نصف المبلغ او يمكن ارد لك مبلغ كامل. يعطيكم العافيه، خلونا نبدا المقطع. حاولت اني ارجع الرانك الى ديفيجن 2 لكن قاعد تشوفونه خوينا ناكبنا، حرفيا خوينا ناكبنا، يعني كل اهداف بسببه. بس الله يعين الشوت. هل بنقدر نرجع الرانك ولا لا؟ الله عاد شوفوا. يعني جول، الله ياخذ لعبك. اها ينجر خوينا، ما يبوس يا خوي يا نكبه. ليش تجرب له؟ كريس باس هذا من منقر الأيام اللي قاعد تصير. ليه كذا؟ أشوت. والله لامبورجيني يا اخي فيها صعوبه قسم بالله، اللي هو والهيكلها كان دومينز اوكي، بس وانت تلعب فيها ما تحس انها دومينز. يعني من ناحيه البنش وكذا اوكي كان دومينز، بس الباقي الاشياء ما ادري شلون. روح لا الشوته قولك. باذن الله نرجع يا رب. الله قهر، الله شكل ديفيجن 2 مو بجاي يا شباب، والله شكله مو بجاي. انا صراحه توقعتها افضل بس صارت فيها ثقل، الامانه فيها ثقل. يو حلوه. قهر روح انجر روح. نايس شوت يا شيخ، استغل الفرص زي كذا تكفى. والله جرب خويه شيش، هذا ماشي قدام. حلوه قولك يا لو عرضه. نايس شوت. والله ما ادري شلون دخلت، والله على بالي انه عارضه. عم يبوس بس بحاول. تكفى خوي. نايس شوت، هذا الاعتماد على خوي، ضبطت له كل شيء. قولك يو 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 يو. الله نايس شوت، الله جيم جميل جدا للامانه. جي ويل بليد، الحمد لله جاء خوي فهمني شوي. صح سكوري اقل منه بس قاعد اصنع له، والله قاعد اصنع له واتعب واصد وحركات. قولك يا عيني. اوه ماي جاد. ايوه حلوه كريت باس يا عيني، والله لمسه بطرف السياره. هدف. قلت اني ابغى بوس بس عاد شو نسوي يعني؟ الله اسست خايس. يو خوي تكفى، والله حرام عليك قسم بالله حرام. جاب العيد لك تكفى. ليش ترجع البوس؟ حتى ما اخذ بوس يعني. قسم بالله جلطه اللي كذا، والله جلطه. الكوره تفجرت وصار اللي صار، والله غريب اقسم بالله. ليش تترك الكوره؟ يلا ناول يسار بسرعه.
ترى عارفه والله لو انه خاش كان بلك وخلص، بس عاد تكفى قولك. هذا بيجلطني يا عيال، والله والله بيجلطني، ما يخش ولا يسوي شيء. راح بصدم عشانه، اقسم بالله قهر، والله قهر. يا البرود، يا البرود، والله برود يقتل يا شباب. خش زي كذا ولا لا تخش يا شيخ، خش زي كذا ولا لا تخش. يمديك يا خوي، يمديك يمديك. اها. مو خاش، اوكي. اروح اصدم، اروح اصدم، اترك الكورة، كلهم خاشين علي. ما ادري يا غريب لعبهم. خوينا للحين، تكفى هدفك، تكفى. الله ياخذ لك لك. والله لو يجي هدف قسم بالله جلطة. الله خوي الجلطة. تكفى نقش. جريت بوس. اخيرا اخيرا يا مبل اخيرا. A few moments later. او ماي جاد، ساتر شوت الكيوت. اها ادخلي ادخلي ادخلي. يا الله يا الله يا الله. يا بليد لا والله طقه حلو. اوكي لك. قاعد يمشي بالريوس حلو. وينكب. والله العظيم نكبري. يا ساتر. اصطدم له، صدم مو بصدم. اهم شيء هدف، اهم شيء هدف. اوكي احد يناقشني. والله العظيم هدف، ما ادري شلون جاب، بس الحمد لله، الحمد لله على الصبر، الحمد لله على السلكه. قولك تكفى، قولك قولك لا تجلطني اشوى. الحمد لله يا رب. قررت اني اخش عليه عشان ينخرش وما يمشي الكره ببطيء، طقها اي شيء. الحمد لله هذا اللي صار، جاب هدف خوينا. امور طيبه يعني، خوينا يرحم امك شوي، بس شوي نبغى نفوز، بس شوي. والله انا خوفي نطيح، وهذا اللي صار. صامدين صامدين صامدين، بندخل دفج... بندخل تشامبيون 2 باذن الله. للامانه كنت بصور مع واحد من الشباب، يعني انشغل، يعني ان شاء الله المقطع الجاي يكون مع احد من الشباب، ما يكون لحالي وما تطفشون يعني، ان شاء الله يكون ما تطفشونه يعني، بس المقصد انه يكون فيه يعني ضحك وكذا أو... ونرجع رانك مع بعض. يعني تشامبيون 2 ودعناه، بس بنرجع باذن الله في هذا المقطع، بعدين ننهي اللي تقريبا 40 دقيقة صور، ما في فايدة، قاعد انقص ما زود صراحة، ما جل واحد كويس صراحة يعني. الحمد لله يا ربي، الحمد لله اني لحقتها. لا تاخذ البوست عندي، بوست لي يا اخي. الحين خذه خلاص، جبت الهدف. لا ياخذ البوست عندي يا اخي، خذ على اليمين. نايس الشوتة، والله شوتة جامدة قسم بالله. شوف اللمسة، شوف اللمسة، شوف اللمسة. ووب بالتندة يا حبيبي، بالتندة حقت اللمبركيني. لا 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 يا اخوي، روح. حلوة يو كريت باس. الله يا الفرفت اللي بيجي. الله الله الله. كلبات فريستايلات. اوكي والله العظيم جد ما ادري متى تعدل الرانك، جد تشامبيون 2 ما ادري متى تعدل. ابدع قسم بالله، ابدع بعض الايام يعني في الرانك وزي كذا، ويجي خوي يقتل المتعه، يقتل المتعه. شوف هذا جراند شامبيون كان يعني سيزون 2. الله يعين. انا اسف، انا اسف جدا والله، استغليت الفرصه لانهم شفتهم بعيدين عن الكوره مطولينها، قلت والله بخش، اللي يصير يصير. جت هدف ما جت هدف، بس الحمد لله ضبطت
ايمت يعني شوية. يا رب خوينا يكون في المستوى المطلوب. يا رب يا رب يا رب يا كريم. ايوه نازلة 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 خوي كمل. اوكي ايه ده يا ساتر السيفات يا ساتر السيفات. ابي بخش والله بخش علي كورة اري امكم كيف اللعب. روح ما ادري شلون جت كذا بس روح. نشت نشت والله العظيم بغيت اضيعها صراحة وانا خاش على خوينا المفروض اني ما اخش عليه زي كذا بس اوكي عن اللعب اللي ضدنا احس انه افضل من كذا بس اوكي جول. سيف نو بروبلم والله العظيم قلت لازم اطقها لازم اطقها. الله الاهداف والله في اهداف جامدة زي كذا. لا جول يا صادر يو 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 لا صدق صدق نقمة يا الله افك افك. والله من حقك اقسم بالله من حقك والله من حقك انك تافك قسم بالله. شكله الحين قاعد يسوي فورفت بعد الهجمه اللي قبل شوي اللي مستحيل انها تضيع مره ثانيه مستحيل. جي جي والبليت يا رب فوزين ورا بعض. كوم اون مان اعطونا الرانك رجعونا ديفيجن 1 طيب رجعونا تشامب 2. يمين بالله العظيم معليش بس مو مستوانا هذا هذا اعلى والله اعلى من مستوانا. ما نطلع ونفتحك والله جد ليه قولك قولك تكفى. اشوى ناشوت تكفى قولك لا تجلطني لا تجلطني. الحمد لله اني وضعية سيارتي كذا ولا طقيتك قولك ناشوت. قل لي مو بجريت باس قل لي بسرعة خمسة ثانية بس عادي ترى. قول بس تقعد بس تقعد لا تحاول بس تقعد. نايس شوت. والله قلت لك بس تقعد لا تحاول والله لا تقعد. القم القم ثانكس. استقعد استقعد ناشب لكم ناشب لكم كسرت ظهر الحاسم مسكين. ابغى هدف جي جي طم الجيم اللي يقهر والله انه يقهر قسم بالله. قولك اوكي يطقها يا الله ذا اثر يا شباب مره ما ينجر والله والله ما ينجر شادها. واتسيف والله واتسيف الجيم يا ساتر نو شوت. اعوذ بالله الجيم اعوذ بالله يا الجيم اقسم بالله العظيم جيم حامي. كلهم يعرفون يلعبون كلهم كلهم يعرفون يطورون كلهم يضربون الكره فوق. يا ساتر يا رب الشامبيون 2 اخيرا طيب يعطيكم العافية المشاهدة والله العظيم طولت وانا اصور ونشوف رانكنا الاخير. لعبنا باللمبرجيني للأمانة ما كان يعني قد التوقعات شريناه وكذا الشيء كود ويسل يعني للأمانة كنت متوقع شيء صارت شيء اقل وطلعنا امبورت نايس كفر امبورت الحمد لله يا رب الحمد لله. والله ما توقعت يطلع الكفر خلينا نشوف تريدن. طيب يعطيكم العافية لا تنسون كود بي اس ال في الايتم شوب كود بي اس ال روكت ليج اكسشينج راح يخصم لكم 3%. يعطيكم العافية وتابعوا انستغرام في سلوم. اشوفكم على خير سلام.